وهلأ مندخل الصينية على الفرن تتنشوي الكفتة. على بال ما تنشوي الكفتة رح اقلي البطاطا. لعمل الصوص رح نحط معجون البندورة، بنقلبهم شوي على النار، ما ضفت لا زيت ولا شي بعد. وهلأ رح ضيف عليهم تقريبا كوبين مي مغليين، شوية ملح وفلفل أسود. بعد ما شوينا الكفتة رح ضيف فوقهم البطاطا المقلية. بعد ما صفينا البطاطا رح نصف شرائح البندورة. وهلأ رح نضيف الصوص على صينية الكفتة. وهلأ رح نحط الصينية نص ساعة بالفرن.